كوكب الأرض بيعتبر الكوكب الوحيد القابل للحياة في المجموعة الشمسية المكونة من 9 كواكب، هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، ده لأن الأرض بتمتلك كل المقومات اللي بتخليها صالحة للحياة. وانطلاقا من الآية الكريمة اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، بالتالي المياه بدونها لا توجد حياة لأي كائن حي سواء كان إنسان أو حيوان أو حتى نبات. فبالتالي المياه من أهم المقومات اللي بيملكها كوكب الأرض واللي تقريبا مش موجودة على أي كوكب تاني. وكمان امتلاك كوكب الأرض غلاف جوي قوي قادر على حمايتها من الإشعاعات الكونية والشمسية الضارة. وكمان الغلاف الجوي ده هو الحاضن الأساسي لكل الغازات اللي موجودة على كوكب الأرض. تمام. واهم غاز طبعا موجود في الغلاف الجوي هو غاز الاكسجين، اللي من غيره ما تبقاش موجوده اي صوره للحياه. ولو رجعنا للنصف الاول من تاريخ الكره الارضيه هنلاقي ان ما كانش فيه حاجه اصلا اسمها اكسجين، وظهر الغاز ده اللي بيعتبر هو سر الحياه من حوالي 2.5 مليار سنة. وبيعتقد ان الاكسجين اتكون بفعل كائنات حية دقيقة اهمها مجموعة بيطلق عليها الساينوبكتيريا، والكائنات دي احيانا بتشكل طبقات زرقاء فاتحة فوق سطح البحيرات والمحيطات. يعني اللي عايز اقوله ان عشان تبدأ حياة على اي كوكب لازم أن تبقى فيه اسس للحياة دي، بمعنى ان لازم أن تبقى فيه شوية مقاومات اساسية لبدء حياة على اي كوكب. ومن المنطق ده بقى بدأ العلماء يفكروا ازاي يوفروا الاسس دي عشان يبدأوا في استعمار المريخ. واهم حاجة شغلهم دلوقتي ازاي يقدروا يزرعوا على ارض المريخ، ان تأسيس مستعمرة دائمة على ارض المريخ ليس خيارا بل ضرورة. والجملة دي مش انا اللي بقولها، ده بيقولها اكثر العقول ابداعا في القرن 21، امثال ستيفن هوكينج وإيلون ماسك صاحب سبيس اكس طبعا، وكمان بيل ناي، بل وحتى نيل تايسون. ومن الرغم من ده فمن الصعب تشوف ازاي هتعود مهمات بشرية بتتكلف المليارات الى المريخ بالفائدة على البشر. ومن السهل طبعا انك تتخيل ايه اللي تقدر تعمله بالقدر ده من الفلوس، زي محاربة الجوع والفقر ومحاربة التطرف. ولكن العلماء عندهم وجهة نظر مختلفة تماما، وفي الحقيقة العلماء شايفين ان احنا مش مركزين الا على بكرة والنهاردة. اذا اراد الجنس البشري ان يستمر لمليون عام اخر يجب علينا ان نتجرأ في الذهاب الى مكان لم يذهب اليه اي انسان من قبل. في الحلقة دي هنناقش مع بعض ايه اهم التطورات اللي وصلوا ليها العلماء، وايه هي العقبات اللي واقفة قدامهم في زراعة واستعمار المريخ. انا مصطفى محمد، ودي حلقة جديدة من برنامج كازابلانكا. البشر معرفوش وطن غير الارض، ولكن التاريخ اثبت لنا ان البقاء على هذا الكوكب الصغير المحلق في الفضاء صعب وغير مضمون. والديناصورات طبعا مثال كلاسيكي على هذا الكلام، عاشوا 165 مليون سنة وجي نيزك اتسبب في انقراضه، واللي موجود دلوقتي هي بقاياهم الاحفورية. ومن المنطلق ده بقى العلماء شايفين ان تفريق البشر على اكتر من كوكب كفيل لبقائهم الاف بل ملايين السنين. وقال إيلون ماسك يجب على البشر ان يصبحوا كائنات متعددة الكواكب. ومن منطلق بقى بقاء الجنس البشري بدأ التفكير في استعمار اقرب كوكب للارض وهو المريخ، وازاي نقدر نزرع المريخ عشان على الاقل نضمن غذائنا. طيب اشمعنى المريخ؟ يعني المريخ ليه؟ المريخ ليه؟ لانه هدف مثالي، يعني طول اليوم على كوكب الارض بيعادل تقريبا طول اليوم على كوكب المريخ، بالاضافه كمان الى وجود مياه جليديه على سطح المريخ. ولكن المريخ بيشبه الارض بس هو مش الارض. يعني مثلا الجاذبيه على كوكب المريخ بتساوي تلت الجاذبيه على كوكب الارض، والمريخ بيستقبل نص ضوء الشمس اللي الارض بتستقبله، يعني فرق كبير جدا. ولكن طبعا على المريخ مستويات اعلى من الاشعه فوق البنفسجيه الضاره والاشعه الكونيه الضاره، ودرجه حراره سطح المريخ سالب 60 تحت الصفر. والغلاف الجوي بتاع المريخ رقيق جدا وبيتكون من حوالي 95% من ثاني اكسيد الكربون. يعني اللي عايز اقوله ان التحديات كبيره قوي. بالرغم من ده بدا بالفعل اعداد البعثات اللي هتنقل البشر الى كوكب المريخ، ولكن لو نجحت البعثات في النهايه لاستعمار المريخ وقتها هيبقى التحدي الاول هو توفير غذاء دائم ومستمر. وده لان طبعا نقل الامدادات الغذائيه من الارض للمريخ حل مش عملي ومكلف جدا، يعني احنا بنتكلم على اكتفاء ذاتي، ويعني في الاخر المستعمرين اللي استعمروا المريخ دول هياكلوا ايه؟ معروفه طبعا بطاطس، ويعملوا زي مارك ويتني فيلم المريخي وهيزرعوا المريخ بطاطس باستخدام فضلاتهم كسمات. وتوفير بيئه للنمو المحصول ده زي الصوب عندنا كده.
بس لحظة نفهم، وفي الحقيقة دي الطريقة الأقرب للعقل لما نيجي نفكر في نمو النباتات على سطح المريخ، ولكن زراعة النباتات على المريخ في الهواء الطلق كده ده تحدي كبير جدا وشبه مستحيل. بس يجي السؤال والموضوع اللي يهمنا دلوقتي، وبما ان الحياة مترابطة ببعضها بشكل او اخر، عشان اقدر ازرع في اي مكان في الدنيا لازم أن تتوفر شوية حاجات. اولهم طبعا التربة، تكون تربة مناسبة بتحتوي على كل العناصر الغذائية اللي بتحتاجها النباتات، والغنية بالكائنات الحية الدقيقة اللي بتدعم نمو النباتات. وتربة المريخ مش مناسبة اطلاقا، التربة خفيفة جدا وما عندهاش الامكانية للاحتفاظ بالماء، وبتحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية سامة للبشر، لان العلماء عملوا تجربة لاختبار نمو النباتات في تربة المريخ. جابوا تربة شبيهة بتربة المريخ فيها نفس التركيزات الكيميائية، جابوها من بركان على جزيرة هاواي وزرعوا فيها كمية من المحاصيل الزراعية، وبالفعل تمكنوا من حصاد 10 محاصيل، كان من ضمنهم الطماطم والبسلة. ولكن قبل ما تتحمس وتبدأ في تحضير عدة الزراعة وتطلع على المريخ تستعمره، استنى شوية، لازم تبقى عارف ان الدراسة دي عملت محاكاة لتربة المريخ بس، ولكن ما عملتش محاكاة للظروف المناخية زي الإشعاع الفضائي والبرودة القاسية والظروف المناخية الصعبة الموجودة على المريخ. ولكن المحاصيل دي اتزرعت في صوب زجاجية ضمن نطاق الغلاف الجوي للأرض مع وجود ظروف رطوبة وإضاءة وحرارة ثابتة. وويجر ويلمينج مثلا وهو باحث في جامعة ومركز أبحاث فينجن في هولندا قال نتوقع أن ينمو أول محصول في المريخ في غرف تحت الارض، وده عشان نحمي النباتات من البيئه القاسيه. وده طبعا غير ان تربه المريخ بتحتوي على معادن ثقيله زي الزرنيخ والزئبق والرصاص وكميه كبيره من الحديد. وقال ويلمينج لو العناصر دي اتيحت للنبات فبالتالي هنخرج ثمار سامه. وفي دراسه تانية نشرت سنه 2014 في محاكاه لتربه المريخ لمده 50 يوم تم فيهم زراعه الطماطم والقمح والخردل ونمت فعلا بشكل جيد. ولكن الحقيقه مشاكل المريخ كتيره قوي، يعني مفيش اكسجين، وكمان الميه اللي موجودة في صورة متجمدة تحت سطح التربة، ومفيش غلاف جوي كافي ولا مجال مغناطيسي، وكمان الجو هناك شديد البرودة. ولكن العلماء فعلا كان عندهم بعض الحلول، زي مثلا انهم هيحاولوا يعملوا احتباس حراري عن طريق تفجير قنبلة هيدروجينية عشان درجة الحرارة تزيد، وبالتالي زيادة ثاني اكسيد الكربون عشان يحبس اشعة الشمس وتزيد حرارة الكوكب، وبالتالي المية المتجمدة دي تتحول لصورة مية سائلة. ولما يكون في مية بالتالي اتوفر عامل مهم جدا من عوامل الزراعة، ولما يتزرع بالتالي النباتات هتنتج اكسجين نقدر نتنفسه، ومع مرور السنين الغلاف الجوي هيكون اكثف وحامل لكميه اكسجين كافيه. ولكن الامر ده لو نجح فهو محتاج مئات السنين عشان يتحول الغلاف الجوي لغلاف غني بالاكسجين. فهل ممكن فعلا ينجح الانسان في استعمار كوكب المريخ رغم كل التحديات دي؟ هسيب لكم اجابه السؤال ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ولو عجبكم المحتوى وعايزنا نكمل فادعمونا بقى بالشير واللايك والسبسكرايب. شكراً.